معاك مبلغ بالدولار وعاوز تستثمره بس خايف تحوله للجنيه المصري تخسر؟ ما تقلقش، بنك مصر أعلن عن شهادة ادخار دولارية جديدة وبأسعار فايدة تنافسية. علشان تعرف ايه تفاصيل الشهادة الجديدة وتشتريها منين وازاي، تابعنا في الفيديو ده للنهاية. بنك مصر من أكبر البنوك الحكومية في مصر، علشان كده عنده القدرة على طرح منتجات ادخارية بعوائد مختلفة بتناسب احتياجات كل العملاء. آخر إصدارات بنك مصر هي شهادة الثبات الدولارية ذات العائد الكبير، الهدف منها جذب الحصيلة الدولارية وضخاف الاقتصاد القومي، مع حصول العملاء كمان على عائد مميز جدا على مدخراتهم الدولارية من خلال فرصة لتعظيم مدخراتهم في بلدهم مصر. الشهادة موجودة في بنك مصر تحت اسم شهادة الثبات بمدتين، الأولى 3 سنين والثانية 5 سنين، الاثنين ممكن يتجددوا بعد انتهاء المدة حسب رغبة العميل. معنى إنها دولارية انك بتشتري الشهادة بالدولار وتاخد العائد برضو بالدولار، وكمان العائد عليها ثابت طول مدة الاحتفاظ بيها، يعني ما بتتأثرش بارتفاع او انخفاض اسعار الفايدة في السوق. بيوصل العائد عليها ل 5.30 سنويا، وده حسب مدة الشهادة ودورية صرف العائد، شهري ولا ربع سنوي او نصف سنوي او سنوي حسب جدول أسعار الفايدة الموجودة على موقع بنك مصر. شهادة الثبات أجل 3 سنين متاحة بسعر فايدة 5.15 سنويا لو العائد شهري، ولو العائد ربع سنوي سعر الفايدة بيصل ل 5.20 أو 5.25 لدورية صرف العائد نصف السنوي أو 5.30 لدورية صرف العائد السنوية. بالنسبة لشهادة الثبات لمدة 5 سنين فموجودة بسعر فايدة 5% لدورية صرف العائد الشهرية و 5.5% لدورية صرف العائد ربع السنوية و 5.10% لدورية صرف العائد نصف السنوية و 5.15% لدورية صرف العائد السنوية. يعني من الآخر، شهادة الثبات مدة 3 سنين بعائد سنوي هي أعلى شهادة دولارية في بنك مصر. لو فرضنا مثلا إنك هتربط الشهادة ب 10,000 دولار، يعني هتاخد 530 دولار في السنة. بيسمح كمان بنك مصر بإصدار شهادة الثبات للأفراد الطبيعيين والشركات، ومن حقك كمان تصرف العائد بنفس عملة الشهادة، وكمان تسترد قيمة الشهادة حسب قواعد الاسترداد في البنك. تقدر كمان تشتري الشهادة بمبلغ يبدأ من 100 دولار بس، ولازم يكون عندك حساب دولار في البنك، ومتاح تشتريها من أي فرع من فروع البنك، واللي بيصل كمان عددها لأكثر من 800 فرع والمنتشرة بكل أنحاء الجمهورية. كمان تقدر تشتريها من خلال تطبيق الانترنت والموبايل البنكي بي ام اونلاين. وكمان البنك الاهلي وبنك مصر وبنك القاهرة رفعوا العائد على الشهادات الدولارية مؤخرا، وده مع استمرار الفيدرالي الامريكي في رفع سعر الفايدة على الدولار لغاية ما وصل كمان ل 3.25%، وده لأول مرة من عشرات السنين. وبكده بنوك مصر بتقدم أعلى عائد على الدولار تقريبا في العالم، حتى أعلى من أمريكا نفسها. فهل لو معاكم دولارات ممكن تشتروا بيها شهادات الثبات، ولا عندكم حلول تانية للاستثمار؟ اكتبوا لنا تعليقاتكم.